إلو. تؤمنين بالمعجزات الإلهية؟ لا، ما بتؤمني؟ لا، عايزة نافق الجمهور. نعم، وأقول أنا مؤمنة وبصلي وبدعي ومؤمنة بالمعجزات ولما حد يبقى عيان أطلب المساعدة الإلهية. لا، إحنا نبطل هذا النفاق بقى. كل من يصلي منافق؟ لا، مش عايزة أقول كده طبعا، ولكن عاوزة أقول لا ندعي التدين، لأن إحنا جرعة التدين في بلادنا أصبحت مرض. مرض يعني دلوقتي أنت عارف، زي ما ناس، زي ما واحدة تحط مكياج قوي قوي فالواحد يتضايق، أو واحدة تلبس نقاب وتغطي نفسها فالواحد يتضايق. يعني إحنا يا التغطية يا التعرية، يعني ما فيش وسط. بس في ناس كتير عايشين وسط، يا الإيمان يعني يا الكفر. ما فيش وسط. يعني أنت كفرة؟ كيف يعني إذا كنتش مؤمنة أبقى كفرة؟ بس كيف بتحكمي على الناس؟ بضميري. ربنا، انت شو، كفر ولا ربنا مؤمنة؟ هو الضمير. نعم، انا تؤمنين بربنا، لكن ربنا هو الضمير. ضميري، الضمير هو الرب. ضميري هو الرب، وليس ذكر وليس انثى. ضميري يعني ضميري انا في اعناقي. يعني انا مستعده ادخل السجن من اجل امراه او شعب او ناس بتتعذب. يعني انا ببحث عن العداله، هو ده الايمان. ربنا هو العدل. أنا جدتي الفلاحة اللي عمرها لا قرأت لا قرآن ولا إنجيل ولا حاجة، كانت تقلك، كانت تقول لي ربنا هو العدل، عرفوه بالعقل. هو ده ربنا اللي احنا عايزين نعلمه للناس، لأن الناس بتصلي وبتصوم وبتحج وبتفسق. الفساد مالي العالم ومالي بلادنا تحت اسم التدين. فأنا نفسي نربي الضمير اللي هو ربنا، نربي الضمير ده اللي جوه ده، يقوم لما أسرق يقول لي ما تسرقيش، لما اكذب يقول لي ونربيه، لان الضمير ساعات بيفسد كمان. حد بيحط مكياج بقرار منه؟ لا، امال بقرار منه؟ احنا كلنا تحت ضغوط. بقرار منه نحط مكياج؟ بقرار المجتمع الطبقي التجاري الرأسمالي اللي يحول انسان الى سلعه او اداه للجنس او اداه للاثاره. فالمراه يا اما تحط مكياج يا إما تعمل عملية تجميل عشان تبان صغيرة والرجال ينظروا إليها، يا إما تتغطى لأنها بتتصور إن كل رجل ذئب بينظر إليها كأداة للجنس. لكن لما تبقى طبيعية وعادية وتنظر لنفسها كإنسانة لها عقل وتفكر وليست مجرد جسد، خلاص. دكتورة، ضد النقابة وضد الحجاب. أنت ضد الحجاب؟ طبعاً طبعاً، ولا علاقة له بالإسلام. الحجاب لا علاقة له بالإسلام، بس في آيات وقرآنية. لا لا لا، لازم ندرس الحجاب. متى نشأ الحجاب في التاريخ؟ ده أبويا بقى اللي معلمني الحكاية دي، هو دارس في الأزهر. نعم، الحجاب نشأ قبل اليهودية وظهر في اليهودية ثم المسيحية ثم الإسلام. الحجاب له علاقة بالعبودية، بس فالأخلاق لا علاقة لها بالحجاب. الأخلاق، الأخلاق تبان في العينين، مش كده ولا إيه؟ في السلوك، في الضمير، في إن الإنسان يشتغل بالعدل. إن بفهمه كما أريد كما أشاء، مفهوم الله عندي هو العدل. طيب الملايين، أي شيء يتناقض من العدل يبقى مش في الدين، يبقى ملوش علاقة بالله، خدتي بالك؟ وهو ده اللي لازم نعلمه الأطفال. إذا لم نغير هذا المعنى إن الدين هو العدل والاستقامة والأخلاق. الدين مش إن الراجل يتجوز أربعة. إحنا بنتولد في الخوف من حاجات، الموت بيخوفونا. يعني إزاي الواحد وهو طفل، أنا وأنا طفلة كانوا يقولوا لي هتروح النار، ربنا هيحرقك في النار. مجرد ان مخي يفكر او يكتشف التناقضات، او ان المدرس بيكذب، او ان امي ما بتقوليش الحقيقه، مجرد اكتشف التناقضات يعتبروني كاني هروح النار وان انا بخالف ربنا. اي حاجه لما اقول اخويا ليه بياخد حقوق اكتر مني يبقى بخالف ربنا، اي حاجه بعملها بخالف ربنا، واذا ما دام بخالف ربنا هروح النار. لأن أنت بتؤمني أن بعد الموت هتروحي الجنة أو النار، مش كده؟ هذا علموك في الطفولة. ماذا تؤمن دكتورة نوى؟ يا الجنة والنار، مش كده؟ لا لا،
دي كل دي حاجات رمزية عشان نخوف بيها. ولكن سيكون هناك استمرارية يعني؟ بس بشكل آخر. يعني الهنود مثلا الهنود يعني بيؤمنوا بالاستنساخ، إن الإنسان لما يموت يقوم يتحول في الأرض يظهر بطريقة إلى زهرة أو إلى قط أو إلى الصين مثلا. الصين عبارة عن مليار ونصف من البشر، مليار يعني قد المسلمين كم مرة، وليس عندهم دين لكن عندهم أخلاق. فإحنا بنربط بين الأخلاق وبين الدين، وده غلط.